السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله هناخد مراجعة عامة على مادة التربية الوطنية. هنحل مع بعض مجموعة من الأسئلة كده اهوت، نراجع بيها المعلومات بتاعتنا. أول سؤال عندي، أو السؤال اللي هو النص بتاعه، بيقول لي ضع كلمة صح أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات الخاطئة. طيب، إيه هو أول سؤال؟ قال لي صدرت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1979. الإجابة إيه؟ الإجابة صح. إحنا خدنا في التربية الوطنية والفصل الثالث إن حصل أو ابتدت مناقشة المساومة بين الرجل والمرأة، وابتدت المرأة تحصل على حقوق كتير جدا ليها، ابتدت إن هي تتطور مع التاريخ. فكانت من ضمن الحقوق ديت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، إن هي ما تتعرضش للاضطهاد. فكانت سنة كام؟ 1979. السؤال التاني، حتشبسوت من النساء التي حكمت مصر في الدولة المصرية القديمة، احنا خدنا نماذج في الدولة المصرية القديمة لأيام الفراعنة، يا ترى كانت المرأة واخدة حقها ولا لأ؟ عرفنا ان هي كانت واخدة حقوقها، وكان منها ان هي ممكن تبقى حاكمة او تبقى هي المسؤولة عن مصر. زي مين الملكات ديت؟ زي الملكة حتشبسوت، خدنا مثال ليها. يبقى الإجابة بتاعتي ايه؟ الإجابة صح. رقم 3، هدى شعراوي هي مؤسسة أول حزب نسائي بمصر. خدنا نماذج عن المرأة الناجحة أو اللي قدرت إن هي تحقق حاجات في المجتمع، منهم هدى شعراوي. طب يا ترى هدى شعراوي هي مؤسسة أول حزب نسائي؟ أيوة، هي مؤسسة أول حزب نسائي. الإجابة صحيحة. رقم 4، يوم 8 مارس هو يوم المرأة المصرية. الإجابة صح. كل سنة يوم 8 مارس اللي هو شهر 3، 8/3 هو بيبقى يوم المرأة المصرية. السؤال اللي بعده، تعد نبوية موسى أول ناظرة مدرسة. الإجابة صح. نبوية موسى من النماذج المشرفة عندي في مصر، واستطاعت إن هي تحصل أو إن هي توصل لمرتبة أو منصب نظيرة مدرسة. يعني إيه نظيرة مدرسة؟ يعني مسؤولة عن مدرسة، مديرة مدرسة. السؤال اللي بعده، الطهطاوي اللي هو رفاعة الطهطاوي هو صاحب كتاب تحرير المرأة. أنا عندي فيه كتاب تم تأليفه اسمه كتاب تحرير المرأة، يا ترى بقى طهطاوي دوت هو صاحب الكتاب ده؟ الإجابة خطأ، قاسم أمين. السؤال اللي بعده، شاركت النساء بفاعلية في الحزب الذي أسسه مصطفى كامل. الإجابة صح. رقم 8، تعتبر ملك حفني نوصف أول فتاة تحصل على الشهادة الابتدائية. أنا عندي برضو ملك حفني من الشخصيات البارزة، أو من اللي هي المرأة البارزة اللي قدرت إن هي تحقق إنجازات كتير جدا، منها إن هي كانت أول فتاة تحصل على الشهادة الابتدائية. الإجابة بتاعتي صح. السؤال التاسع، هدى شعراوي ينسب لها الفضل في حصول المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح للدستور. المرأة في البداية ما كانش من حقها ان هي تنتخب، او ان هي يعني ان هي تدي صوتها في الانتخابات، او ان هي تترشح، او ان هي تشارك بأي فعالية اصلا. فكانت هدى شعراوي هي السبب في كده؟ لا، مش هدى شعراوي. الإجابة خاطئة. رقم 10، يقاس تطور ورقي أي مجتمع بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة ومساهمتها في البناء الحضاري له. يعني المجتمع ما يبقاش مجتمع حضاري متطور إلا لو المرأة ديت مثلا، لو المرأة مثلا في المجتمع دوت المرأة دي جاهلة ما بتتعلمش، يا ترى المجتمع دوت هيبقى مجتمع متطور؟ لأ طبعا، لأن المرأة هي جزء من المجتمع، هي الأم، هي اللي بتعلم، هي اللي بتربي، هي مسؤولة، هي جزء من المجتمع دوت. فهي لو الجزء دوت مش متعلم ومش متطور، طبيعي جدا المجتمع ده ايه اللي هيحصل له؟ مش هيبقى متطور. يبقى المرأة وتطورها وثقافتها بتساعد وبتساهم في البناء الحضاري للمجتمع. يبقى الإجابة بتاعتي ايه؟ صح. عملنا مراجعة سريعة، ومادة التربية الوطنية هي مادة سهلة وبسيطة، أغلبيتها معلومات عامة، وشرحنا الفصل الثالث فيها. أي سؤال يقف قدامكم انتوا ممكن تتواصلوا معايا، مفيش أي مشكلة، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا.